لما قلنا بكرة أحلى ما كانش كلام أغاني، بفضل الله كل يوم أحلى من غيره وأحلى من اللي بعده. هنا بنعمل طفرة جديدة في عالم السباكة داخل مدينتي. هنا محابس الدفن للكنترول بتاع الحمام عشان ما ينفعش احطها اول ما اخش من الضغط هنا، يبقى هتلاقي المنظر بتاع جنب التويليت وحش جدا، فبالتالي بنسحب مواسيرنا نحطها محابس تحت اليونت بتاع الحوض. عندي هنا حوضين وعاملين حساب سخان فوري عشان لو الغلاية ما اشتغلتش يبقى عندك بديل اخر في الحمام احتياطي، مش اكتر من ذلك. طبعا 7 خطوط مواسير، خط 3 خطوط بارد، خط 3 خطوط سخن وبارد وراجع، والتلات محابس الكنترول اللي جم تحت الحوض، ومحبس لصيانة الصندوق. احدث رين شاور من جروهي، بانيو جاكوزي.